لكم في قناة طبخ سمية. اليوم إن شاء الله غادي نقوموا بتحضير واحد الفطائر سريعة وسهلة ولذيذة، نتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم، وما كتحتاجش الفرن، فقط فوق المقلاة. وقبل ما ندوزو لطريقة التحضير غادي نقول لكم إلا مازال ما اشتركتوش في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وما تبخلوش عليا بلايك إلا عجبكم الفيديو. دابا ندوزو لطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجين، فاحنا غادي نحتاجو عندي هنا واحد جوج زلافات من الدقيق الابيض، والكميه تبقى طبعا كتبقى حسب الرغبه. عندي هنا واحد 15 غرام من خميره الخبز، عندي واحد جوج معالق من الزيت النباتيه، عندي واحد ملعقه من الملح، وعندي كذلك واحد الملعقه من السكر، وعندي حليب دافئ باش غادي نجمع العجينه. غادي نعجن العجين حتى كنحصل على واحد العجينه رطبه وما كتلصقش باليد، ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا. وهذه هي العجينه اخواتي، بعد ما عجنتها فكيف ما كتشوفوا كتجي رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش باليد. دابا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نغطيها ونخليها كتخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، ونتلاقاو باش نكملوا الفطائر ديالنا. وبالنسبه للحشوه اللي غادي نحشيو بها هاد الخبيزات ديالنا، فاحنا غادي نحتاجو كميه من اللحم المفروم، الكفته، غادي نحتاجو بصله مشلضه، عندي هنايا جوج بصلات كبار، غادي نحتاجو بالنسبه للبهارات غادي نحتاجو ملعقه من التحميره، ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من الكمون، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وغادي نحتاجو قزبر ومعدنوس، وغادي نحتاجو كذلك للزيت، يمكن لكم تستعملوا زيت زيتون او زيت نباتيه، وغادي نحتاجو كذلك الملح. غادي نبداو دابا بسم الله، فواحد المقلاه غادي نوضع البصل، غادي نضيف عليه اللحم المفروم، غادي نضيف زيت نباتيه واحد 3 د المعالق، غادي نضيف واحد الملعقه من الملح، وغادي نشحر هاد البصله مع الكفته جيدا. وبعد ما تشحر البصل ديالنا كيف ما كتشوفوا مع اللحم المفروم، دابا غادي نضيف التوابل، وكنخلطوا جيدا، وغادي نخلي الحشوه ديالي حتى كطيب، وكنحس بان الكفته طابت والبصله كذلك طابت. عاد غادي نضيف القزبر والمعدنوس، دابا غادي نضيف القزبر والمعدنوس، وغنخلط الحشوه ديالي، وها هي الحشوه جاهزه. غادي نخليها حتى تبرد تماما عاد باش غادي نقوموا بحشو الخبز ديالنا. وهي العجينه اخواتي، بعد ما خمرات وضعت الحجم ديالها والحشوه ديالي كذلك بردات، دابا غادي ناخذ هذا العجين غنفرغوا من داك الهواء اللي فيه، ثم غادي نقسم العجينه ديالي الكرات بهذا الحجم، وبعد ما قسمت العجين ديالي دابا غادي ناخذ كره من الكرات وغادي نسرحها بهذا الشكل، كنسرحها بشكل دائري كيف ما كتشوفوا، وغادي ناخذ واحد الملعقه من الحشوه، ثم غادي نوضع قليل من الجبن، كتستعملوا اي جبن بغيتو، ثم كناخذ هذا الطرف وكنرجعو فوق الطرف الاخر بهذا الشكل، وكنحاول نضغط على هذه الجوانب بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، ثم بحال الشكل ديال لي شوسون، ثم كناخذ واحد الشوكه وكنضغط على هذه الجوانب بهذه الطريقه
باش كنتأكد بانهم تسدوا. وكنوضع الفطائر ديالي فوق واحد المقلاة اللي كتكون ساخنة، كنكون مسخناها من قبل. وملي كنحطو الفطائر ديالنا كنديرو فيهم واحد الثقب بحال هكا وغادي نطيبهم على واحد العافية متوسطة حتى كيبانو لي انهم تحمروا من الاسفل، وكنقلبهم على الوجه الاخر باش كيتحمروا. وملي كيبانوا لي الفطائر انهم تحمروا كذلك من هذا الجانب، فانا كنحمرهم هذه الجوانب كذلك، كنوضعهم بهذا الشكل. وغادي نستمر في طهي الفطائر ديالي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا كيف ما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالهم من الداخل، والعجينه ديالهم كتجي رائعه ورقيقه كيف ما كتشوفوا، كيجيو بحال الشكل ديال شي شاورما. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، ويمكن لكم تنوعوا في الحشوه، ديروا اي حشوه بغيتوها. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة. ونتلاقاو فيديو آخر ومع وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.